لا والله مو مصرح لي، لانه الهيئه دعمت كل الانديه. لان الهيئه الكل اسال الانديه، لا انا الانديه نسالكم تقول لهم انا ما مصرح لي، انا ما استطيع اني اعلن، لاني الحقيقه هذا شيء يخص الهيئه. انا اللي سمح لنا باعلانه لما احنا اعلنا عن اللاعبين اللي تم التعاقد في الفتره الشتويه وتم اعلانهم بشكل رسمي بدون ذكر ارقام. اذا الهيئه يعني ما عندهم تحرج ان احنا نعلن، ممكن اجهزها كارقام واعلنها. ما تحضرني ترى حتى الان يعني الرقم دقيق يعني، لكن انا اعتقد انه الهيئه هي اللي هي تدعم الانديه جميعها. ما بس انا اقول لك كان موجود عندنا معالي تركي آل الشيخ قبل فتره يعني على على هالطاوله، وقال ابدا اسوا الانديه واذا اعطوكم ابد خذوا راحتكم فيه. لو لو سالتني يعني لو كنت ادري كان جبت الارقام قبل اللقاء، بس ما 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 يحضرني الرقم الان. ولكن انا اقول لك يمكن انا ايضا ما ابغى اسبب يعني بعض الانديه تقول لك بيقولون يعني في ناس يقولون انه نادي الهلال لم يدعم، هذا غير صحيح. في ناس يقولون النادي هذا دعم اكثر من نادي الهلال. طلع اعتقد ناس مسؤولين من الهيئه واوضحوا ارقام، رجع عقب عليها معالي رئيس الهيئه وقال انها ارقام غير دقيقه. الامر المهم جدا انه الهيئه فعلا قاعدين يعني لا معالي الاستاذ تركي آل الشيخ ولا الهيئه كهيئه ولا اتحاد القدم ايضا يحاولون قدر المستطاع مساعده الانديه للخروج من ازماتها الماديه. وحسينا احنا لمسنا الحقيقه تغيرات كثيره في اتخاذ القرار وفي الدعم كنادي الهلال والانديه الاخرى ايضا نفس الشيء.